مرحبا بمتابعينا الكرام، مباشرة من مركز التكوين لنادي أتلتيكو الزمامرة في هذه المقابلة على الدورة الثالثة من القسم الوطني الشبان. مقابلة عن الدورة الثالثة اللي كذلك فاز فيها فريق نادي الزمامرة في المقابلات الأولين جوجهم. أن فريق رجاء بن ملال متقدم بهدف ولكن بارطاجي هذا دائما مباشرة من مدينة الزمامرة في هذه المقابلة. بين فريق أتلتيكو الزمامرة وفريق رجاء بن ملال. مرحبا. سلام عليكم. دائما متابعينا الكرام في هذه المقابله بين فريق نادي أتلتيكو الزمامرة وفريق رجاء بن ملال عن القسم الوطني الاول الشبان. دائما فريق رجاء بن ملال منتصر بهدف. هذه محاوله قويه لفريق نادي الزمامرة كيدخل وكيدخل الحارس في هذه اللحظات. مباشرة على قناة شوف تي في تنقل لكم هذه المقابلة بين فريق نهضة أتلتيكو الزمامرة وفريق رجاء بن ملال عن القسم الشبان. كما كتشوفوا الآن فريق الزمامرة منهزم بهدف للصفر أمام فريق رجاء بن ملال. كما كتشوفوا يعني الزمامرة اللي عندها أحسن منشآت رياضية، يعني منشآت رياضية جميلة الآن في مدرسة تدريب اللاعبين مركز تكوين لفريق نهضة الزمامرة اللي تخوض هذه المقابلة. وبعد انتصارين في المقابلة الأولى والثانية وهذه الدورة الثالثة، ومن هنا كنشكروا جميع مكونات فريق نهضة الزمامرة اللي حققوا إنجازا تاريخيا بعد تحقيق حلم الصعود للمجموعة الوطنية الأولى. يعني فريق نهضة الزمامرة الذي دخل إلى تاريخ الكرة الوطنية من بابه الواسع حيث حقق إنجازا تاريخيا وهو
تحقيق الصعود الى القسم الصفوة لمقارعه الكبار. المقابله اللي كنا يحضرها الان اللاعب عبد الصمد المباركي اللي كيحضر كذلك هذه المقابله، يتابع هذه المقابله هذه. كنتمنى واحد موفق لفريق شبان، فريق شبان الزنامره. تحية لكل المتابعين لنا عبر قناة شوف تي في اللي تنقلكم بالصوت والصورة. هذه هجمة لفريق المكي داخل الدفاع المللي لإخراج الكرة للشرط. أعتقد أننا متوفر على لائحة اللاعبين كما نشكر المكتب المديري لفريق نهضة أتلتيكو الزمامرة على كل ما يبذلونه من جهد، وكذلك توفير جميع الوسائل اللوجستيكية لا ماديا ولا معنويا، وكذلك تحقيق حلم إقليم سيدي بنور، يعني فريق نهضة أتلتيكو الزمامرة اللي كيمثل إقليم سيدي بنور. جماعة الزمامرة تبعد عن مدينة سيدي بنور بحوالي 30 كيلومتر. فريق اللي يقارع الكبار الرجاء البيضاوي، الوداد البيضاوي، الجيش الملكي، الفتح الرباطي، اولمبيك خريبكه، يعني فرق عتيده اللي كيقارع فريق نهضة الزمامره. تحيه لخويا ميلود، كذلك تحيه خويا مراد كما كتبوا معنا في هذا البث المباشر في هذه المباراه. كانت محاولة جميلة لفريق نهضة الزمامرة لكن كتدخل خرج 5 متر و50 لفريق رجاء بن ملال. كما قلنا بحضور اللاعب الكبير عبد الصمد المباركي اللي كيتابع هذه المقابلة هذه، اللي كنتمنى حظ موفق لشبان فريق الزمامرة. دائما ومباشرة على قناة شوف تي في اللي كنقلوا معكم. خويا تقري حوالي 16 دقيقة شوف تي في. اللهم بارك ورانا ضربي طويل عبالو. دائما ومباشرة على قناة شوف تي في لتنقل لكم اطوار هذه المقابلات فريق شبان نهضة الزمامرة وفريق رجاء بن ملال. كما كتشوفوا يعني منشآت رياضية جميلة هنا بالزمامرة، يعني كما تنقولوا شكرا لكل مكونات فريق الدكالي. 16 دقيقة عن بداية المقابلة. دائما هدف لصفر لفريق الزوار، فريق رجاء بن ملال. محاولة وهي هذه غادا في داخل الدفاع الزمامرة. دائما علق ليه وعلق ليه. انت تدخل هذه الخلاقه الجديده هذه غتبقى فيها فوق الحديدات الشام فوق. والله الا فكره عندك زوينه الشام. اييه كما كتابوا معنا الان هذه المقابله بين فريق نهضة الزمامرة وفريق رجاء بن ملال. مش نطلع لديك الحديده اللي فوق ليه؟ مش نطلع الحديده الاولى ديال الاولى. دائما ومباشرة من هذه المقابلة غادي ننتقلوا للجهة الأخرى اللي
راه نجي عندك بلاتي ونجي عندك. عمكم كتشوفوا بعض الجماهير، بعض الجماهير ديال الزمام راه اللي كيتابعوا المقابله من الجنبات. كما كتشوفوا بعض الجماهير مباشرة من كما كتتبع الآن مقابلة بين فريق نهضة الزمامرة وفريق رجاء بني ملال، فريق الشبان. دوشمون دوشمون خذ نفس سير سير عاود شوي. شوفوا مندوب المقابلة السي العروي مختار، اعتقد شد لك غادي ناخذ معاك جدا بحال هكا غدلعن عاد شد المباراه شياك ليك شي سبايدر مان الله يهديك. ويلي ويلي الله ما عمرني تعرف شي واحد يديروا هادشي الله يبارك الله ايوا هذيك الله يجيك الله خمسة في زهر طوش زيد ايوا الله الله بارك الله طلع زيد ولا الدين ديالك الزباله صبر البوطو ديري ديري ولا الزباله قطفة جميلة وقت ضيع مباشرة من كما كتشوفوا مدرب الشبان دائما مباشرة من مركز تكوين اللاعبين بالزمامرة تحية لكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تيفي، كذلك غادي ننتقلوا إلى الملعب الزمامرة من أجل الوقوف على حصريا نشوف فين وصلت الأشغال ديال الفريق. شوي عليك حمزه شوي والو ولدي حمزه والو مع حمزه والو على قناة شوف تيفي نقول لكم هذه المقابله بين فريق شبان وفريق رجاء بني ملال. دائما 22 دقيقة هدف لصفر لفائدة رجاء بني ملال. فريق رجاء بني ملال فريق له تاريخ كما كتشوفوا هذه هجمة لفريق الزمامرة ولكن كيدخلوا هذه هجمة خطيرة خطيرة لفريق الزمامرة. شنو غادي يعمل بالكرة لكن قوى بزاف كان ليه يسدد لكن مازال الكرة الآن في مرتك خط العمليات. تحية السي مراد
كما قلنا فريق رجاء بملال فريق عتيد فريق اللي لعب ادوار طلائعيه في البطوله الوطنيه اللي اعطى لاعبين كبار فريق رجاء بملال الذي لم يحالفه الحظ هذه السنه من بقاء دي مقسم الصفوة وديهم معاك دائما مباشرة من قناة شوف تي في لتنقل لكم بالصوت والصورة في هذه المقابلة بين فريق شبان رجاء بملال وفريق بلال يا جوي بلال أتلتيكو الزنابرة تحية السي كمال فتوخ تحية السي مراد السي مراد من الناشطين بإقليم الزنامرة بمدينة الزنامرة تحية لكم كاملين تحية لكل مكونات الزنامرة ولا الكاد وان شوي على الكاد أمرتك الولاد ولا الكاد جميلة وكيدخل الحارس ديال نهضة الزنامرة لإنقاذ المرمى كانت محاولة جميلة اجي اخويا جرب زيد بيا زيد بيا زيد بيا حبيب ولد دراري حبيب ولد دراري غفور كوتري بالون كما كتتابعوا معنا في هذه المباشر الاخوان الا كان شي مشكل في النقل راه معكم انا كيبان لي هنا عندي هنايا ومزيان وكذلك اخوانك والدراري حكوا بالو لا شو حمزه بيع مره اخرى اخويا يلا خلي الاول دخل جم حمزه جم مصباح عندك الوقت فين كونترول او سونتري بزاف وصلت ولا الكاس بيا جو عشيري ثاني كي فاس وبارو جو الدراري الاولين خالي يلا الدراري يلا الاولى عندك ويلا الدراري متابعينا الكرام مباشرة في هذا البث المباشر تحية للمتابعين ديالنا اخونا معاذ
صدقتي السماء انا برك موعد خلي يطلع هو العب العب علي البنجاو. دائما سنقول لكم في هذا اللقاء المباشر لمقابلة شبان نهضة إسلام راه ورجاء بني ملال، دائما محاولة كيضيعها دائما عن الدورة الثالثة. فريق رجاء بني ملال المتقدم بهدف لصفر. مباشرة مركز تكوين اللاعبين مقابلة نهضة سنامرة وفريق رجاء بني ملال عن الدورة الثالثة من القسم الوطني الشبان. مباشرة من ميس الزمامرة. كما قلنا تحية لكل مكونات فريق نهضة الزمامرة رأسهم رئيس المكتب المديري سعد سلام بلكشور الذي يواصل بكل حبه للفريق مسيرة موفقة للفريق الأول للزمامرة. كما كتشوفوا لي خطيرة ولكن تضيع. دائما في هذا البث المباشر من الزمامرة كما قلنا مقابلة نهضة أتلتيكو الزمامرة وفريق الشبان رجاء بني ملال. البطولة على القسم الأول شبان كما كتابع معنا احنا دائما في هذا النقل المباشر. دائما هدف للصفر لفريق رجاء بني ملال. فرص متكافئة بين الفريقين. لا قذفة جميلة وتيضيع تضيع تدخل الحارس ببراعة دائما بعد قليل سننتقل للملعب الكبير لفريق الزمرة ملعب أحمد شكري للوقوف على آخر الترتيبات وكذلك الأشغال للملعب. دائما في هذا النقل المباشر نشوف ان اللاعب رقم 10 سقط على الارض. عندكم الحمراء هو هادو غايجيبو معاهم خادو مونطاج ولا عباد غادي يجيو يلعبو هنا زينا كيطيحو. لعبو كورة شوية صاحبي حسومة قاعد اللعب ديال والو صاحبي.
اه لعبنا 25 دقيقة ما لعبنا فيها والو. يلا يلا لودي. يلا لودي. يلا لودي. خش من تما من تما 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 هدف هدف جميل، هدف التعادل، هدف التعادل لنهضة الزمامرة، هدف التعادل. ينتقل اللاعب رقم 8، برافو برافو لذات الزمامرة، هدف التعادل، هدف اللي مثل هدف التعادل اللي جا في الدقيقة 34. لاعب الدراري بشويه بشويه على الرجال افسال فون رقم 18 يسجل هدف التعادل. عدوش راميش قول لي طيح دابا، قول لي طيح، قول لي دابا يطيحها مباشرة من ملعب السمامرة. هدف اللي مثليه بين الفريقين دائما حصريا في إطار جولتنا لنهاية الأسبوع. هذا اليوم نحط الرحال بجماعة الزمامرة مدينة الجامعة الحضرية الزمامرة، نقول لكم الأطوار الرياضية لكل متابعينا عبر قناة شوف تي في في هذا البث المباشر لهذه المقابلة عن الدورة الثالثة قسم الشبان. دائما ومباشرة قال لكم هذه الجولة الأولى من هذه المقابلة بين فريق نهضة الزمامرة وفريق رجاء بن ملال فريق الشبان. كما كنشوفوا كما التعادل هدف اللي مثليه بين الفريقين. هذا مكان فريق الزمامرة منهزم بهدف لصفر، تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب رقم 18 كما كتعود الآن هنا مباشرة من مركز تكوين اللاعبين في الزمامرة. افيق شويه افيق شويه دائما ومباشره في هذا النقل المباشر. تحيه لكل المتابعين ديالنا، تحيه لكل مكونات فريق نهضة الزمامرة من خلال هذا النقل هذا. كذلك كما قلنا ان خصوص مكونات مدينة الزمامرة كما كنعرفوا ان سلام بلكشور هو رئيس جماعة الزمامرة وكذلك مستشار برلماني في الغرفة الثانية، و
مدير المكتب المديري لفريق الزمامرة، وكذلك نشكر السي إغافي رئيس الفريق. كما قلنا يعني بكل صراحة كان جميل، هذه مشروع متكامل تقدم به آنذاك أسلام بلكشور في الزيارة الملكية لإقليم سيدي بن نور صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، لما كان بمدينة سيدي بن نور بعدما تقدم بمشروع متكامل وهو مدينة الزمامرة كقطب ريادي بالإقليم. فعلا تحقق هذا الإنجاز أن تكون مدينة الزمامرة قطب ريادي بإقليم سيدي بن نور من حيث المنشآت الريادية اللي كيمتاز بها كمركب كملعب كبير للفريق محمد شكري اللي مواصفات كبيرة، وكذلك الآن غادي يكون فيه العشب وكذلك الكراسي البلاستيكية ولوحات إشهارية ممتازة، كذلك مدرسة تكوين اللاعبين اللي كنشوفوها الآن أمامنا اللي كنشوفو في هذا، كذلك كما جينا قويلة أكاديمية التنس يعني مشكون أن أكاديمية خطيرة خطيرة، ولكن كما كتشوفوا كانت محاولة جميلة للأسف كضيعوها. كما كتشوفوا كما قلنا أن هي أكاديمية ديال التنس هي يعني باش تكون عندك أكاديمية ديال التنس. كذلك كما كتشوفوا لينا راه ديال الباسكيت لعب كرة السلام لعب كرة اليد القاعة المغطاة، يعني كما كتشوفوا الآن الملاعب وشوشبة اللي كنشوفوها، يعني هذا إنجاز تاريخي سيحسب لأسلام بلكشور، يعني إنجاز تاريخي سيبقى في تاريخه. وعبسلام بلكشور اللي كنعرفوا أنه كان رئيس سابق لفريق حسنية أكادير وتوج معه ببطولتين وحقق إنجازا تاريخيا. عبسلام بلكشور كان آنذاك رئيس لفريق حسنية أكادير وهو ملم بالتسيير الريادي، وكذلك حقق إنجاز تاريخي رفقة نهضة أتلتيكو الزمامرة. يعني برافو نازل الزمامرة اللي تخدموا بكل ثقة بكل احترام، وكذلك حاول أنه يكون فريق القسم الوطني الأول كبار. أن فريق خلال هذا الموسم يستقبل خارج الميدان ديالو، لأن الملعب سوف يكسى بالعشب الطبيعي عوض العشب الصناعي. كذلك الكراسي بلاستيكية راح تكون في المستوى. كذلك لا ننسى فريق رجاء ابن ملال، فريق الذي حقق الكثير. فريق رجاء ابن ملال له تاريخ عريق في الكرة الوطنية. هذا الفريق ديال رجاء ابن ملال الذي لم يحالفه الحظ هذه السنة بالبقاء ضمن القسم الوطني الأول، نتمنى له العودة إن شاء الله. دائما 43 دقيقة المرات على المقابلة. دائما هدف ليمتلي بين الفريقين. Yeah.
دائما كما قلنا تعادل هدف لمثله بين الفريقين، فريق نهضة أتلتيكو الزمامرة وفريق رجاء بن ملال. عن الدورة الثالثة من القسم الأول شبان، دائما مباشرة من خميس الزمامرة من مركز التكوين. اخويا نبيل وعليكم السلام. هذه محاولة جميلة جميلة جميلة، كيقطف كيقطف كيضيع كيضيع كيضيع، كانت قطفة جميلة. دائما هدف مقابل هدف للفريقين، فريق نهضة الزمامرة وفريق رجاء بن ملال. ايه حمزة هولي 45 دقيقة كنلعبوا الوقت الضائع. دائما ومباشرة على قناة شوتيف. كلاعب الوقت الضائع من الشوط الثاني، هذه محاولة ضربت خطأ مباشرة لرجاء بن ملال، محاولة ضربت خطأ مباشرة طويلة كتمشي ولكن كيدخل الحارس خطأ لفايت الحارس. مباشرة
مباشرة على قناة شوف تي في لتنقل لكم بالصوت والصورة هذه المقابلة بين فريق قناة الزمامرة وفريق رجاء بن ملال. آخر فرص الشوط الأول جميلة، ولكن شنو خطأ هذا خطأ. نتيجة هدف لمثلي. هدف لمثله لو الوقت ضائع. اسكت تشجع فيهم يديروا هذا الشيء. محاولة خطيرة لفريق الزمامرة. شنو غادي يعمل؟ شنو كيدخل؟ اوجو تسلل حد الدرية طايحة حد الدرية. دائما هدف مقابل هدف للفريقين. كنلعبوا الوقت الضائع من المقابله. اضاف اللاعب الحكم الان 6 دقائق لمرات الوقت الاصلي. 6 دقائق على الوقت الاصلي. هذه هجمه مرتده، هجمه مرتده لفريق نادي الزمامره. اشنو غادي يعمل؟ كتشوفوا طويله طويله، ولكن مازال الكره في وسط المشارك وكيتدخل الدفاع. تيبعد هاد الكره اللي مازال الكره عند فريق الزمامره. يعني مقابله جميله تكتيكيه، فرص متبادله بين الفريقين. كثرة أخطاء، يعني سقوط لاعبين ملاليين أكثر من المناسبة. هذه ضربة خطأ مباشرة لفريق رجاء بن ملال. يعني طويلة وكيتدخل الدفاع الزمامري. كيبعد هاد الكرة هادي. دائما النتيجة هدف لمثله بين الفريقين. نهاية الشوط الأول
نهايه الشوط الاول من المقابله بالتعادل هدف لهدف. الى اللقاء في الشوط الثاني ان شاء الله.